السلام عليكم. المشكل ديالي الاخ، توفى الوالد ديالي الله يرحمه، كان ديواني، شربت الوالده الفلوس الوالد ديالو والحساب ديالو كامل، عطيتو الاخ ديالي الكبير رزانه فلوس دابا كلاهم كاملين، باع الحانوت، باع السلعه، باع الطونوبيلات، باع كل شيء تاع بابا انا كلاهنا. دابا ما يقتلوا لي ما بالعصاب هادي، عملت شكايه قبل ما تموت عنده عند وكيل الملك، جا سيدي ضابط وخصي عباوها لي، ماشي من حقهم يديوها لي شكايه، انا كخسر عليها الفلوس. وكتبت تما حدا المحكمه ودخلت للوكيل، جاو هنا داو لي النسخه ديالها، داو لي الشكايه، مشيت للكوميساريه الدفاع بهم، قال لي جيب الاوليه، هي باقا لي معايا شكايه اخرى ثانيه، عيت من عمل الشكايه، الشكايات وما بلا منفعة. دابا كيجرعوا عليا من دار بابا وكيقولوا لي ما تجوج ما تعمل والو. المهم دار بابا بحال اللي كنسى غير الطربوش ديالي على الطيفور، كيقول لك داخل البيت ديالك، وانا فيا لي باتي زمرت، هيدا غادي يقتلوني، ما نطولش معاهم. دابا ساعة معصب، دابا ساعة وما عندي حتى شي واحد من غير الله، خدام على راسي في هذا الباركي هذا اللي كتشوف حدا تريبيتشو، كنسكن هنا عايش مع الدب بزاف، زعما يوميا ما كنعش، كنوض 9 و10 مرات في الليلة كنوض. مع ماتلي الوالده ما عادي الضربه جاتني قاصحه، مرت لي باتيس كنشري جوج 3 مرات وانا كنشريه، كيعمل 450 باكيه، وحده كتعمل لا وحده 300 الفرنك، وحده 150، مجموع 450. غير من هنا باركي بالحق الدواء عاوني فيه هنايا واحد الصحافي هنا ادم، تعرفوا ادم عاوني مش كيف عنده جمعيه حتى هو كيعاوني، مش عمره سلا كيعاوني تقريبا بالنص، كيعاوني كندبر انا ديك 150 ولا 200 فرنك كيعاوني باش كنجيب ديك الدواء. دابا تقادا هادي ما بقى لي مين نجيبو، باقي نقولو عملت النص، باقي النص باش نكمل العلاج ديالي، ولكن ما عنديش مين نجيب هاد الفلوس باش نكمل العلاج. كنقول للمسؤولين يشوفوا معايا الحالة، مرات خايرة قتلت لي يما، كضربها كدفعها خايا كذلك، مسخوط كتفيل الرتاحة قبل ما تموت بواحد الشهرين، الرتاحة ضدها وانا عامل فيها شكاية، كتفيل هاد الرتاحة ضدها انا عاود كذلك. دابا كتولي انت الضو دبي ديالي كتفي واهلي يعاونوني، يشوفوا لي حل ديك الدار يقسموها لنا، ولا يشوفوا مي عندنا الفوقي والصلاح ديالنا. الله يرحم والديك، عايش واحد مع الدبزه فيه والله، علاش تعداو عليا ومشاو باعوا لي قطعه الارض. بابا شنو قال لي خاي؟ قال لي بعنا غير واحد طريف زيتو، شو على هضره كتقول لي بعنا طريف زيتو؟ اختي حمقى حمقى فرندا، دخلت واحد 4 شهور للحاج الاخرس، خرج باش نطيحوا له 4 سنين. قلت علاش درتو لي اختي طيحتو له 4 سنين؟ قال لي ياك دامي علاش، شو على هضره ياك دامي، واش اللي حماق كيضربوها الناس؟ طيحوا لها 4 سنين مسكينه، هذيك خصها اللي يجيب لها حقها، علاش؟ العائله حمقهم كيضربوها 4 سنين وضربوها في الصنطيحة، قال لك حلينا الباب ووليناها في الزكرون. مرات خاي قالت لي انا حليت الباب ووليتها، جبرت اختي كامله بين دها بلاصه، علاش؟ راه متعدين واحد الحقره كبيره، عملت شكايه الاوليه والثانيه والثالثه هي في الجيم ديالي، هي معايا الثالثه هي معايا، بزاف هادشي هذا راه تدبرت. طلع لي راه صعيبه بزاف، انا كندبر ما ناكل كنهبط لاختي تاكل، ما ضبط لاش الحليب، ما ضبط لاش السموم، ما ضبط لاش الدانوني، اش غنهبط لها؟ علاش كتبول لهم في الدار؟ قال لا ولا الا مريضه كتخلي كابينه وكتبول لهم في الدار، باش نعمل لها هنا؟ حمقوها في هولندا، ابنها في هولندا كيسافر الفلوس لمرات خاي، ما تصرف تصرف على اختي، ما كتصرف عليها ما والو، كلشي مني انا. انا ما قدرتش نسمع في اختي، انا ما وصلتني قبل ما نموت، قالت لي اختي في الرغبه ديالك، انا كنفكر لها في الفطور ديالها، في الغدا ديالها، في الغطا ديالها، في كل شيء ديالها كنفكر لها فيه، شي واحد اخر ما كيفكرش. المهم بزاف المسائل عملوهم، ماشي هما هذوك لا مع الله ولا مع العبد. النهار اللي متخيل الاول اللي كان مجوج بها صافي، خاي الثاني دخل عليها البيت بلا كواغط بلا والو، صافي نسجموا مع بعضهم، واحد الكارثه عملوا بديك الدار، واحد الفضيحه قاصحه والله، انا مابقاش ساكت هيدا والو، تلعبوا بيا كيما بغاو، فلوس بابا كياكلوهم وانا كنشوف الارض، بابا كيبيعوا لي طريف مورا طريف بالملكيه ديالها بكل شيء، ماشي ما عندهاش الكواغات ولا، علاش كيتعداو عليا؟ كنهضر كينوضوا 3 بيهم هي وبنها وخاي، 3 بيهم على واحد، الله يا خي.